السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم فاطمة بوحاتي، والنهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض طاجن البامية باللحمة. طعمه بيبقى لذيذ جدا، ممكن يتعمل جنبه رز بشعرية وسلطة وشوربة، ويبقى وجبة متكاملة حلو جدا جدا. ممكن كمان تقدمي الطاجن في عزومة طبق جانبي، يبقى جميل جدا ان شاء الله. طريقة سهلة خالص وتعجبك. يلا بقى نشوف مقاديرنا. عندي هنا كيلو من البامية، عندي شوربة، وعندي طماطم والبهارات ملح وفلفل ورشة من السكر وبهارات السبعة، عندي بصلة متوسطة متقطعة صغير، معلقة ثوم مفروم، معلقة كبيرة من الثوم المفروم، وعندي لحمة مستوية 3/4 سوا. أول حاجة هنحط حلة على النار، هبشر فيها قطعة من اللية، لو متوفرة بتدي ريحة وطعم حكاية، ولو مش متوفرة هتبقى معلقة سمنة. هنزل بنص كمية الثوم، زي ما قلنا معلقة كبيرة من الثوم المفروم، هاخد نصها وهشوحه لغاية ما يبتدي يصفر، مش عايزاه يلون جامد. هضيف عليها البصل واشوح كله مع بعضه. عايزة اقولك بقى الريحة حكاية. تمام، هننزل بقى بالطماطم. كمية الطماطم المعصورة دي بتبقى براحتك انتي، في ناس بتحب الخضار الطماطم بتاعته كتيرة، وناس بتحب قليل، فدي ليكي فيها مطلق الحرية. هضيف كمان اللحمة والبامية. ملاحظين بقى ان احنا حاطين كله دلوقتي ني في ني، ما سبكناش حاجة. تمام، وهحط كله على النار وهدي النار وقلب كل فترة، علشان خلي بالكو البامية من الحاجات او من الخضار اللي بيلزق في الحلة وممكن يتلسع، فخلي بالك كل فترة كده تقلبيها. هحط الملح والفلفل ورشة السكر ورشة كمان من البهارات السبعة. تمام، وهخليهم كلهم يتسبكوا مع بعض بالشكل ده، وبعدين اضيف لهم الشوربة. لو حابة تزودي الطعم واللون ممكن تحطي معلقة كمان من صلصة الطماطم، واسيبهم بقى كلهم يغلوا مع بعض. وبعد ما غليوا غلوتين مع بعض بالشكل ده، هضيف معلقة من الثوم المفروم، او بقية معلقة الثوم المفروم هحطها نية. يبقى احنا عملنا تقلية وعملنا وحطينا الباقي ني، بيدي ريحة حلوة جدا. وهبتدي احط بقى في الطاجن بتاعي، ويكون الفرن بتاعي سخن، وادخل بقى البامية علشان تستوي في الفرن، لان كمان لما بتكمل سواها في الفرن بتدي طعم حلو جدا. تمام، زي ما قلتلك لو حابة اللون يبقى اكتر بتزودي طماطم، او بتزودي صلصة طماطم جاهزة. تمام، هندخلهم بقى، هنغطيهم وندخلهم الفرن. زي ما قلنا الفرن يكون متسخن من قبل. ممكن تحطي بقى على الوش قرن فلفل حامي كده، هيدي لون وطعم وريحة. تمام، هندخل الفرن لغاية ما كله بقى يستوي مع بعضه. مش هياخد في الفرن حوالي نص ساعة، وهيطلع معاكي بقى أحلى طاجن بامية باللحمة، طعمه في منتهى الجمال. شايفة شكلها حلو جدا ازاي، وطعمها بقى مش قادرة اقولك هو جميل قد ايه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب، علشان تقدري تشوفي الفيديوهات دي واكتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.